عارف يا غريب، أنا صدقتك وفتحت باب قلبي للنصيب بعد ما حلفت إني عمري ما هفتحه لحد واصل، وأظن من حقي إني أعرف. عايز تعرفي إيه يا عيشة؟ أنت مين؟ أنت مين وحكايتك إيه؟ هقول لك على كل حاجة، بس في وقتها. هقول لك على كل اللي جوايا، هقول لك على كل الهم اللي شلته من سنين، كان نفسي ارميه على حد عشان قلبي ما عادش متحمله. صدقيني يا عائشة، أنا محتاج أحكي لك أكتر ما أنت محتاجة تعرفي. هقول لك يا عائشة، بس مش دلوك. لا يا غريب، دلوك دلوك يا غريب، دلوك، عشان خلاص خلاص يا غريب، ما بقيش فيه وقت. شكرا يا عائشة، شكرا إنك دلتني ليه. حسن، وصلتك لمين يا حسن؟ في ايه وعاوز ايه؟ عايز العدل، مش هو ده اللي انت كنت بتنادي بيه؟ مش هو ده الحق اللي انت عماله تدافع عنه؟ خلاص يا عيشه، ما لقيتيش غير ده؟ موسى يا عيشه، عشان خاطري يا حسن بلاش دم، بلاش دم، خد حقك منه بس بلاش قتل، بلاش دم. ازاي؟ ومرات اللي هو قتلها وهي في حضنه، واخويا اللي قتل، وامي اللي فضل يعذب فيها، والدار مبقاش ينفع يا عيشه. زمان بقول زيك، دلوقتي ما عنديش حل تاني. انت مش ربنا عشان تحكم عليه. البني ادم بيتغير ومن حقه فرصه، كلنا من حقنا فرصه تانيه. سيبيه يا عيشه، سيبيه يقتلني، انا خلاص ما بقيتش عايز حاجه من الدنيا دي. عشت عمري كله مستني اليوم اللي احس فيه اني نظيف. كان نفسي احب واتحب، بس خلاص عايشه، من بعد ما حسيت الاحساس ده معاكي ما بقتش عايز من الدنيا اي حاجه. كل الحكاية إني كان نفسي أكمل معاك اللي باقي من عمري، لكن يظهر يا عيشة إني مش كل اللي بتمنوه بنلاقوه. قتلني يا حسن، مش في غليلك مني وقتلني، أنا قدامك أهو. اقتل، خلي حسن يديله فرصة تانية يا فارس، إن شاء الله حتى نروح للمأمور. عمرك ما وقفتي مع الباطل يا عيشة. لا يا فارس، أنت فهمتني غلط، أنا مش بعمل كده عشانه، أنا ما كنتش أعرف أصلاً إنه موسى، بس أنا شفت في عينيه إنه اتغير ومن حقه إنه ياخد فرصة تانية. هستنى إيه؟ هستنى ايه يا عيشة؟ هستنى لما يقتل مين تاني عشان اقتله؟ انت ما تعرفيش موسى اكتر مني. لقيت الام يا عيشة، ما يبقاش لي اي عزيز في الدنيا
وانا ما قداميش اي حل تاني. كنت هتسافر كده من غير ما تقولي ولا حتى تسلمي؟ ما كانش العشم يا طنط. لا يا حبيبتي، انا كنت هودي الشنط العربيه وارجع تاني اسلم عليكم كلكم. طيب قولي لنا رايحه فين او راجعه امتى؟ ما تخافوش يا حبايبي، انا مش هتاخر، خدوا بالكم من بعض. كلمي مع عمار يا رؤيه وان شاء الله كل حاجه هترجع زي الاول. الجواز مسؤولية كبيرة يا حبيبتي، لسه شفتي حاجة؟ حافظي على جوزك يا حبيبتي. حاضر. مع السلامة يا عمار. وأنا مش هتقولي لي مع السلامة؟ مع السلامة يا سليم. أتي نعيش يا بنتي، ربنا ما يرضاش بالظلم أبدا، وأنا مظلوم. أنا مش مصدقة يا بابا إن محمود يعمل كل ده. حضرتك كنت بتعامله زي عماد بالظبط، الله يرحمه. وبعدين بعد كل العشرة اللي بينا دي. الشيطان يا بنتي لما يركب بني آدم بيعميه عن الطريق الصح. أنا بس اللي كاسرني إن أنا اللي مربيه على إيديا نور. بعد الشر عليك الكسرة يا بابا. عيل زي ده عم ذكري لا صانع عيش وملح ولا عشرة، وعض الإيد اللي اتمدت له كمان. وبعدين التحريات أثبتت إن هو له علاقة بناس مشبوهة. وكمان اختفائه المفاجئ ده بيأكد الكلام عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خسرتك يا محمود، الله يسامحك يا محمود، الله يسامحك. يا ترى الست الغلبانة اللي في البيت دي لما تعرف هتعمل إيه؟ ما هي عرفت يا عم ذكري، ده المنطقة كلها عرفت. بس ما تقلقش، هفضل وراه لحد ما أجيبه. شكرا، شكرا يا يوسف يا ابني، تعبناك معانا والله. جرايه يا راجل يا طيب، هتزعلني منك ولا إيه؟ وأنا مش زي عماد؟ الله يرحمه، يفرحك بشبابك يا ابني. خير يا عم ذكري خير، انا وصيت رئيس المباحث انه يخلي باله منك، واول ما اقفش العيل ده انت هتخرج من هنا فورا. فرد اتقبض عليه وما اعترفش يا يوسف. هيعترف، ده شغل مباحث بقى وانا عارفه. ما تقلقوش ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه. تصبح على خير.
ما هي دي المصيبة، كأنك بتديني سبب تاني عشان أتمسك بالطلاق يا عمار. مصيبة عشان مش عايز مشاكل وعديت اللي حصل؟ لا، عشان ما بتحسش غير بنفسك وما بتسمعش غير نفسك. مش عايز مشاكل؟ عادي، هتنام بكل بساطة كده. لكن أنا حاسة بإيه؟ فيا إيه؟ إيه اللي خلاني إن أنا أطلب الطلاق رغم كل الحب اللي حبيته لك ده يا عمار؟ يا رايا عالي، أنت عارفة إن أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، ومهما تعملي أنا مش هطلق، فأرجوك كفاية مشاكل. دي مش مشاكل يا عمار، صدقني ده الحل. طلاق عمره ما كان حل يا رايا، على الأقل لو مش عشاني ففكري في ابننا. وأنا مين قالك إن أنا ما بفكرش في ابننا يا عمار؟ بس أنا مين يفكر فيا؟ ليه أنت ما استحملتش عشاني؟ ليه ما ضحيتش عشاني؟ ليه لو في لازم حد يتنازل يبقى أنا؟ طب لو قلت لك فرصة تانية، أوعدك إن أنا هتغير. تعالي يا ستي بكرة نخرج ونتفسح ونتغدى بره. ما كفاية تحسسني بقى إن عيلة صغيرة هتضحك عليا بأكلة وخروجة. ليه مصمم إنك تصغرني وتقلل مني؟ اديتك فرصة قبل كده وانت ضيعتها يا عمار، وصدقني طول ما انت بتفكر كده هتضيع كل الفرص اللي بيننا.